أيها الحبل الكريم عشاق الأصالة والتراث، تتواصل التحديات والانطلاقات من أرضية هذا الميدان، ميدان رقيعات برنس الميادين. شكرا للجان المنظمة على أرضية هذا الميدان، على بركة الله وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوط من أشواط الخير والبركة، شوطنا الثاني الخاص هنا بالقعدان الحجايج. مسافتنا هي 3 كيلومترات، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مع البداية مع المركز الأول، من يتقدم على البداية؟ مرعوش على المركز الأول، محمد بن هادي بن سليم المنهالي من يأتي على المقدمة، بينما المركز الثاني التواقد أيها الحبل الكريم اللي هو مباشر ملك علي بن سعيد بن السبع الدرعي من يأتي على المركز الثاني، والمركز الثالث وصل مداهم ملك سالم بن ثعلوب سالم الدرع، والمركز الرابع أيها الحفل الكريم التواجد هنا الصيفر ملك سالم بن سعيد بن سليم الدرع من يأتي على المركز الرابع، والمركز الخامس الدخول وتسل شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرع من يأتي على المركز الخامس، وسادس المراكز سادس المنطلقين الواصلين أيها الحفل الكريم الوسمي سلطان بن سالم بسيف الدرع من يأتي على المركز السادس. في هذه اللحظات نعود إلى مجريات هذا الشوط، ومع البداية ومع المركز الأول ومع الانطلاقة الأولى، رقص البداية رقص المقدمة على الانطلاقة الأولى وعلى التحديات المثيرة. هناك الصدارة لا زال غير الصفر مع البداية على ما يبدو لي حامل رقم 8 من يتقدم في هذا المسار الكبير. الله يا الصفر هنا يتقدم على المركز الأول سالم بن سعيد بن سليم الدرع، بينما الوصول والتقدم في هذه اللحظات اللي هو مداهم يداهم على المركز الثاني سالم بن ثعلوب بن سالم الدرع من يأتي على المركز الثاني، يقدم مداهم، بينما المركز الثالث القادم هنا شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من يأتي على المركز الثالث، والمركز الرابع الوصول وصل الدكتور ابراهيم بن حميد بن سالم الدرع من يأتي على المركز الرابع، والمركز الخامس الواصل المنطلق الوسمي سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي. نعود مع البداية مع المركز الأول ومع الانطلاقة الأولى. ايها الحبل الكريم نعود مع البدايه في اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير بقياده الصداره والقياده للصفر، لا زال عند المقدمه، لا زال عند الصداره، هنا يسير بالعرض التلقائي بدون اوامر طفيفه على البدايه مع الصفر سالم بن سعيد بن سليم الدرعي، ولكن حذاري القادم شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرع من يأتي على المركز الثاني، والمركز الثالث مداهم سالم بن ثعلوب بن سالم الدرع. الله ارصد من القادم، وصل الفارس سالم بن سعيد بن خليفة الدرع من يأتي على المركز الثالث، والمركز الرابع القدوم الوسمي سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي، ولكن الصدارة شاهين عندك يا بن فارس. الله بدأت المعركة الأخيرة، المعركة الخطيرة بقيادة شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرع، يطير إلى التحديات إلى الانطلاقة إلى المسار الكبير. تهانينا مقول والناموس على عروض شاهين، تهانينا والناموس لمالك شاهين، واختطاف للشوط الرئيسي للقعدات الثاني ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرع المركز الثاني، الفارس سالم بن سعيد بن خليفه الدرع المركز الثالث، وصل ايها الحبل الكريم اللي هو ثالث المراكز الوسمي سلطان بن سالم بن سيف الدرعي، والمركز الرابع
رابع المراكز وصلي والحبل الكريم اللي صيفر سالم بسعيد بسليم الدرع، والمركز الخامس خامس المراكز وصل مداهم ملك سالم بثعلوب بسالم الدرع، والمركز السادس سادس المراكز وصلي والحكم مقلاد ملك محمد بن بطي سعيد درعي، توقيت زمني 4 دقائق ويتحطم التوقيت تحت اقدام. اذا تهانينا التوقيت الزمني الافضل 4 دقائق 27 ثانية 21 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس تهانينا لملك شاهين ناصر بن عبد الله بن سعيد بفارس الدرعي.